هلا وهلا طلاب السادس، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ومرتاحين. عندك سؤال الثالث بالوزاري فرأسية عليه 5 درجات، يسموه سؤال الإملاء. انت شلون راح تحله؟ تباوع فات صارت فاستر، يعني يريد منك درجة مقارنة، يعني السيف صارت سيفر. نحط الاي ار زين، مرات مو هاي الصفة، مرات يجيب غير صفة من هاي اللي تكون اكثر من مقطع، تقول لامور. واكو ايضا كلمات شاذة مثلا جود تصير بتر. تمام، انتبهوا. عندك كومباني صار سي او نقطة، يعني اختصارات، ينطيك مثلا appointment. انت شو راح تختصرها؟ اي بي بي تي وتحط النقطة، ولا تنسى النقطة. عندك سبيك صارت سبوكن، يريد منك تصريف ثالث للفعل. انت شلون تحل دروب؟ تقول دروب ضاعفنا البي. ليش؟ لان عندي حرف صحيح قبل حرف الا واحد فقط. انتبهوا زين. سيربرايز صارت بزلت، معناها مرادفات. يقول لك هيلث الصحة، ويل بينج. تمام، هذا المرادف مال هيلث. عندك يوجوال صارت ان يوجوال، هاي شنو؟ هاي معاكسات. منطيك بولايت، قول له ام بولايت. واكو هواي معاكسات، اكو ام، اكو يو ان، اكو اي اي ان. انتبهوا، يعني انت المفروض تكون مسيطر على المعاكسات. عندك جوينت ان ارم، عندك معنى مفصل في الذراع، او منطيك اي، تقول له ايلبو. بس تكمل زين. ست، اذا ما منطيني اي حرف، انت الك حق تكتب اي مفصل، مفاصل الذراع اللي هن 3 مفاصل. تمام، وهذا سؤال كلش مهم، ولا تنسى اللايك من ايدك الحلوه.